صحيفة لاكازيتا ديلي سبورت الإيطالية تؤكد بأن العملاق الإيطالي وبطل الكاليتشيو الموسم الماضي البيج ميلان على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش خلال ميركاتو الشتاء الحالي. مزيد من التفاصيل ولكن في البدايات يا شعب المغرب العظيم، أتمنى تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنساش أهم حاجة تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. أولا، البيج ميلان واهتمامه بحكيم زياش ليس وليدة اللحظة. بالتأكيد الجميع يعرف أن ميلان كان يرغب في التعاقد مع حكيم زياش خلال الميركاتو الماضي، ولكن لبعض الظروف لم تكلل الصفقة بالنجاح. ولكن صحيفة لاجازيتا ديلي سبورت الإيطالية أكدت بأن في الوقت الحالي هناك مفاوضات نارية بين إدارة تشيلسي وإدارة ميلان على قدوم النجم المغربي إلى ملعب السان سيرو قلعة ميلان. البيج ميلان يريد زياش، خاصة مع الأنباء الواردة بقوة عن رحيل نجم الفريق الكرواتي أنتي ريبيتش. ما هو العائق في حسم الصفقة؟ راتب زياش العالي. يأمل ميلان أن يخفض زياش من راتبه السنوي من أجل حسم الصفقة بنجاح. أيضا استيفانو بيولي مدرب الفريق أشاد بزياش وإمكانياته ووصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهيكون إضافة عظيمة جدا 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 لميلان.